طائرة سورية تحمل على متنها وفدا من نظام الأسد على رأسه مدير جهاز الأمن القومي علي مملوك، وقبلها حطت طائرة تحمل مسؤولين روس. الوفدان اجتمعا على طاولة مع مسؤولين سعوديين، هذا ما نشرته صحيفة اللواء اللبنانية نقلا عن مصدر سعودي. مرر النظام السوري خبر الزيارة إلى صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية له، ومرر معها تفاصيل نفاها المصدر السعودي في تعليقه لصحيفة اللواء. قال النظام السوري للأخبار إن المناسبة كانت عن حلف رباعي يجمعه مع السعودية وتركيا والأردن لمحاربة الإرهاب، الأمر الذي نفاه المصدر السعودي وكشف أساسه وفكرته بأنها من الجانب الروسي، عندما اتهم السعودية بإعاقة الحل السياسي وتأجيجها الإرهاب بدعمها المعارضة. المسؤولون السعوديون نفوا الاتهام ودعوا الجانب الروسي إلى إيجاد حل جديد ينهي الأزمة. أضاف المصدر أن الجانب السعودي أبلغ روسيا بمبادرة قائلا إن الهدف منها إما إحلال السلام الذي يرضى به السوريون أو تعرية الأسد أمام الروس. حصل اللقاء في جدة وليس في الرياض كما جاء في صحيفة الأخبار، ووصلت الطائرتان الروسية والسورية، ولم يصل الوفدان عبر الطائرة الروسية كما قالت الصحيفة، إذ ينسب للمصدر السعودي أن الوفد الروسي حرص على عدم ضم الوفد السوري إلى طائرته حتى لا يفسر بالطرف الضامن للأسد بل مجرد شاهد. ويشير المصدر إلى أن الأسد حاول إيهام دولة خليجية بتنسيق السعودية اللقاء بعيدا عن حلفائها، بينما سبقت السعودية اللقاء بإشعار جميع الحلفاء به. السعوديون قدموا مبادرتهم كالآتي: الرياض وحلفاؤها سيوقفون دعم المعارضة السورية بشرط خروج إيران وحزب الله والميليشيات الشيعية من سوريا، وبذلك يكون الصراع سوريا سوريا أو الحل سوريا سوريا. فكان جواب اللقاء علي مملوك: كيف نتصرف مع حزب الله؟ نريد فرصة للتفكير. وادعت صحيفة الأخبار أن السعودية طلبت من نظام الأسد الابتعاد عن إيران ثمنا للتقارب، في حين نفى المصدر أن يكون المسؤولون السعوديون قد أتوا على هذا الطلب مطلقا. المصدر السعودي كشف أن القلق الذي يعتري نظام الأسد دعاه إلى إرسال مبعوثه، خاصة بعد تقدم المفاوضات الدولية مع حليفيه روسيا وإيران، والتي بلغت حد التساؤل من يقبل استضافة الأسد. المصدر السعودي قال إن بلاده حققت مكاسب من طرح هذه المبادرة ولقاء الوفد السوري أمام حليفه الروسي كتعرية نظام الأسد أمام حليفه بعدم مصداقيته، والإثبات أن الإرهاب في سوريا ليس بسبب الوقوف ضد جرائم النظام. عدنان السوادي، العربية.